هشام حبارير من مؤسسين الحمله. سبب انعقاد النهارده المؤتمر ان احنا بنعلن عن انطلاق الحمله، وبنوضح ايه هي الحمله واهدافها ايه ومين احنا وتكوننا ازاي وايه الاهداف بتاعتنا والاليات اللي هنشتغل بيها خلال الفتره اللي جايه، لان احنا المشكله الرئيسيه اللي بتواجه البلد دلوقتي تنحصر في مشكلتين. المشكله الاولانيه تهميش دور الشباب، المشكله الثانيه الفساد اللي بقاله اكتر من 40 سنه متكون داخل البلد ومتغلغل داخل مؤسساتها، فازاي هنواجهه. والفساد عندنا احنا من رؤيتنا مش مجرد الفساد المالي اللي الناس متخيلاه، احنا بنتكلم عن الفساد المالي وبنتكلم عن الفساد الثقافي، بنتكلم عن الفساد الدرامي حتى بالنسبه للاعمال الدراميه، بنتكلم في كل انواع الفساد. لينا رؤيه مختلفه للمسؤوليه، وده واضح من اسم الحمله ان احنا بنتكلم عن الفساد والمسؤوليه. لينا رؤيه مختلفه للمسؤوليه، مش مجرد هي فكره التبرعات او الكلام ده، لينا منظور مختلف. فعشان كده اسسنا النهارده صممنا ان احنا نعلن عن المؤتمر بتاعنا. ان الشعب المصري بنقول له انت صاحب الثورتين، الثوره في 25 يناير وموجتها الكبرى في 30 يونيو، انت صاحب الثوره وانت اللي وقفت معانا، انت القائد والمعلم، ومش هنقدر نقضي على الفساد بدون وجودك معانا. لو احنا سيبنا الفساد يتغلغل في مؤسساتنا فاحنا كلنا هنبقى فاسدين، وفعلا نبقى كلنا مشاركين في الفساد دوت. بناشد الشعب المصري ان كل مواطن مصري يلاقي وقعه فساد يبلغنا بيها، يقف معانا فيها. بناشد الاعلاميين اللي موجودين النهارده ان هم يساعدونا ويقفوا جنبنا في تسليط الضوء على الفساد. مفيش حد هيقدر يشتغل لوحده، احنا محتاجين الشارع معانا، محتاجين الاعلاميين معانا، محتاجين الجهاز التنفيذي، محتاجين رئيس الجمهوريه يبقى معانا في القضايا اللي هنعرضها عليه.